هو انعزاق الكتف؟ انعزاق الكتف هو مرض شائع جدا يسبب ألم في الكتف، ينتج عن احتكاك أو ضغط على الأوتار الداخلية للكتف، يسببه الجزء الأعلى من عظمة الكتف. ما هي أعراضه؟ الأعراض هي ألم في الكتف عند محاولة المريض أن يأتي بيده للخلف، أو عند القيام بأعمال فوق الرأس. ما هو سبب انعزاق الكتف؟ السبب هو الحركات المتكررة للذراع فوق الرأس، مثل رفع الأثقال أو الرمي أو السباحة أو حتى فتح الدواليب في المطبخ مثلا. أو ممكن يكون السبب هو تشوهات في عظمة الكتف أو المفصل نفسه. كيف يشخص؟ التشخيص يبدأ بأن الطبيب يأخذ التاريخ المرضي ثم بالفحص، وقد يحتاج إلى أشعة سينية أو رنين مغناطيسي أو حتى موجات صوتية. ما هي طرق العلاج؟ يبدأ العلاج بالعلاج الطبيعي لتقوية عضلات الكتف وزيادة المرونة، وبالأدوية المضادة للالتهابات، ثم إذا لم تنجح بحقن الكورتيزون، وإذا ما نجحت بالعملية. العملية تسمى توسيع الانعزاق، وممكن إجراءها بالمنظار. كم تستغرق مدة الشفاء منه؟ مدة الشفاء تفرق من مريض لمريض، حسب سرعة شفاء الجسم، لكن في العادة بالعلاج التحفظي اللي هو بالعلاج الطبيعي والأدوية ممكن تستغرق أسابيع، لكن بعد العملية يحتاج المريض إلى شهور حتى يرجع لطبيعته إن شاء الله. صحتكم أمانة في أعناقنا.